نقدر قلوبنا أنه راه شهر شعبان فعلا كتكون مناسبة كنوجد للشهر واحد المناسبه باش انا كنوجدوا راسنا لشهر رمضان هو كيعطينا بحال واحد الفتره اللي مرحليه قبل ما لشهر رمضان باش كنكونو عندنا تنديرو إعادة النظر في العادات ديالتنا مثلا سلبية واللي لي معجبناش اللي حنا مقتنعينش بها ولا اللي بغينا أننا نخدمو على هذا في شهر رمضان دونك شهر شعبان كيكون وقت أول أننا كان يعني كنكون لوطو كريتيك كنعرفو شناهوما الحاجات اللي يمكن معجبناش هذا في راسنا واللي بغينا نخدمو عليهم كنحطو واحد هذا الخطة اللي كتكون هدا تكدر في هاد الشهر هذا الكريم ومن بعد أننا كنشوف واش أننا هاد الخطوات غنقدرو نديروهم بطريقة اللي غتكون فردية يعني بوحدنا ولا اننا احسن اننا نستشرو فيهم واحد هذا الاختصاص اللي يقدر انه يعاوننا ولا يواكبنا في هاد في هاد النقطه عاد نقطه اللي مهمه اخرى حنا ديما كنطيحو بزاف ناس كيطيحو في هذاك الفخ ديال انه من شهر شعبان لشهر رمضان كيبقى واحد التغيير كبير اللي كيكون في حياته من العادات ديالو ديال العمل العادات ديال النوم الوقت ديالو ديال هذا ديال الاكل وغيرهم دونك الا كانت عندنا من تجارب سابقه جاتنا مع شهر رمضان صعوبات فأننا نقدروا نلقاو واحد يعني واحد التوازن في هذه العادات هذه فشهر شعبان كيكون مناسبه اللي نقدروا اننا نصوموا فيها بعض الايام اللي كيخلينا اننا كنعاودوا كنلقاو هذوك التوازن في العادات ديالتنا قبل ما نتحطوا في الامتحان ديال شهر رمضان اللي خصنا نبقاو تقريبا نفس العادات واحد المده ديال شهر كامل قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير في وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي